جميعا بالساده الاعلاميين وبزملائي طبعا في الوزاره. النهارده بنحاول نستعرض مع حضراتكم العام الدراسي الجديد 2020 2021. طبعا حضراتكم عارفين ان سنه 2019 2020 كانت سنه استثنائيه طبعا بكل المقاييس، ونجحت مصر الحمد لله في عبور الازمه بدرجه عاليه جدا بالمقارنه بكل الدول اللي حوالينا ودول حتى في العالم الغربي او اللي سارقنا، فنحمد الله على كده. والنهارده هنستعرض ما تم تحقيقه ويمكن البناء عليه، لان قدامنا في العام الجديد تحدي جديد طبعا واكبر، هنستعرضه مع بعض ونشوف الحلول اللي الوزاره حضرتها للتعامل مع هذا التحدي. الدراسه تبدا ان شاء الله زي ما قلنا قبل كده يوم 17 اكتوبر في مدارس مصر. المدارس الدوليه استثناء انها ابتدت بدري 15/9 او هتبتدي من 15/9، انما الدراسه في مصر جمهوريه مصر العربيه يوم 17 اكتوبر في المدارس والجامعات. النهارده في المؤتمر ده هنغطي مجموعه كبيره من الموضوعات، في مجموعه ثانيه عشان دايما لما بنغطي حاجه بنتسال على الحاجه اللي ما قلناهاش، الحاجه اللي ما قلناهاش دي في مؤتمر ثاني. النهارده هنتكلم على التعليم العام، كيفيه تسكين 23 مليون طالب زائد الساده المعلمين والاداريين اثناء السنه في ضوء ازمه كورونا. هنتكلم على مشروعات جديده، مصادر تعلم، نتكلم على اسئله شائعه والردود عليها، على اثابه الساده المعلمين والادارات والمديريات. المواضيع الاخرى اللي هنغطيها في مؤتمر اخر من هنا لحد يوم الدراسه هي تفاصيل التعليم الفني ومدارس ستيم والمدارس الداخلي الفني والمدارس الخاصه الدوليه، ده يبقى في مؤتمر اخر. فالنهارده هنركز على الجزء الاولاني لانه فعلا في تفاصيل كتير، فاسمحوا لي بس اروح للشاشه علشان نتكلم على التفاصيل. احنا بنتكلم دلوقتي على العام الدراسي الجديد. نشوف الاول عملنا ايه السنه اللي فاتت. سنه 19 20 كانت سنه زاخره بالتحديات. احنا كنا بنبص على الخريطه بتاعه السنوات الدراسيه من اول كي جي 1 لحد الثانويه العامه في مجموعات، يعني في مجموعه اللي باللون ده من كي جي 1 لثانيه ابتدائي، دول بياخدوا منهج التعليم الجديد ولهم اسلوب مختلف في تقييم الطلبه وما بيستخدموش التكنولوجي بفلسفه تصميم نظام التعليم الجديد. المجموعه اللي في ثانوي اللي هي اولى وثانيه ثانوي، دول كان معاهم التابلت وبيستخدموا ادوات مختلفه. الثانويه العامه حضراتكم عارفين طبعا تم تنفيذها على الارض بالشكل التقليدي. المنطقه اللي في النص اللي هي من ثالثه ابتدائي للاعداديه استخدمنا فيها ادوات كتيره جدا في ضوء الازمه اللي تعرضنا لها، عشان كده عملنا منصه مكتبه رقميه وعملنا قنوات تعليميه وعملنا منصه ادمودو ومنصه بث مباشر واستخدمنا مشروعات، وبعدين عملنا امتحانات الكترونيه في اولى وثانيه ثانوي لحوالي 1,200,000 طالب. والثانويه العامه الحمد لله هي والدبلومات الفنيه اتنفذت على الارض، فكل ده حصل في الشهور الاخيره، ده اللي هنبني عليه لما هو قادم ان شاء الله. ايه التحدي اللي عندنا؟ التحدي ببساطه احنا عندنا اكثر من 23 مليون طالب، وعندنا 1,200,000 او 1,300,000 معلم غير الاداريين. ازاي هننزل ونروح المدارس ونتعمد نعمل الاجراءات الاحترازيه ونحتفظ بتباعد امن بين الطلاب اثناء هذه الايام؟ هذه المشكله الهندسيه ملهاش حل يتحط في عنوان احنا هنيجي يومين احنا هنيجي ثلاثه، كل الاجتهادات دي مش صحيحه. ليه مش صحيحه؟ لانه الحل ما يتعملش على مستوى الجمهوريه. كل مدرسه مختلفه في عدد الفصول وفي نوعيه المدرسه، هل دي ابتدائي بس ولا ابتدائي واعدادي ولا دي مدرسه كل السنوات، فكل مدرسه هيبقى ليها حل خاص بيها. احنا هنا هنحط ضوابط هيلتزم بيها الادارات ومديري المدارس لتوزيع الولاد على الفراغات وعلى الايام وعلى الازمنه. الهدف بتاعنا نكمل المحتوى الدراسي كله وما ننتقصش منه، ما ننتقصش من العمليه التعليميه ولا من تعلم الاولاد. فالمساله بنحاول نحلها وهي صعبه جدا، ازاي نعمل ده في ضوء الازمه الحاليه؟ فهوريكم صوره مجمعه وبعدين هندخل في التفاصيل. لو قسمنا الاعمار بالالوان دي هنلاقي ان نظام التعليم الجديد دلوقتي وصل لحد ثالثه ابتدائي. نظام التعليم الجديد اللي هو من كي جي 1 لثالثه ابتدائي جواه اكثر من 8 مليون طالب في السن ده. المنطقه من رابعه لسته ابتدائي فيها 6 مليون. منطقه من اولى اعدادي لحد ثالثه اعدادي فيها 5.2، وبعدين في الثانوي في 1.8 تقريبا. دول هيتعاملوا، الاعمار هتتعامل باشكال مختلفه. الصوره اللي احنا حاطينها مش الجدول النهائي ومش عاوزين ده ينزل في عناوين عشان ما نخبطش الناس. الصوره دي ضوابط هتبعتها الوزاره للادارات ومديري المدارس. مثلا نمسك مرحله مرحله ونتفرج عليها، بس لو بصيتوا على الجداول اللي تحت انا عارف انها صغيره وركبناها فوق بعض هتعرفوا ليه مختارين ايام عكس بعض، عشان ما يتواجدش كل الولاد في نفس التوقيت في نفس المدرسه. فاحنا نمسكهم مجموعه مجموعه. احنا بس قبل ما نخش في تفاصيل الجدول، السنه دي احنا محضرين عدد هائل من مصادر التعلم للاولاد حسب المرحله العمريه وحسب هو عنده ادوات تسمح له بالوصول اليها ولا لا. هنتكلم عليها برضو بالتفصيل، دي بس صوره مجمعه.
نمسك الاول المنطقه اللي فيها رياض الاطفال لحد ثالثه ابتدائي. هنا في نوعين من المدارس، في مدارس فتره واحده وفي مدارس فترتين. هنبعت للمديريات ولكل مدير مدرسه نقول له انت لو مدرستك فتره واحده بنقترح انك تجيب الولاد من الحد للاربع بطول اليوم الدراسي وطول الحصص، يخلي مجموع الحصص الدراسيه ثابت، لازم نديهم نفس الجرعه بس بتوزيع ايام مختلف. هنا لو المدارس فترتين هيجوا يومين، هيجوا ثلاث ايام اللي هم سبت واثنين واربع، هنا من الحد للاربع. مدير المدرسه بياخد الصوره دي وبيبرمج الجداول بتاعته على الايام مهتديا باللي احنا بعتناه له. بس اللي انا بقوله لحضراتكم وللساده الاعلاميين، مش عاوزين عنوان اسمه الابتدائي هيجي يومين، مش حاجه اسمها كده. اوكي، ما تقولوش الكلام ده. كل مدرسه ليها جدول، وكل مدرسه هتدي لولاد جدول. لسه الجدول معقد شويه عن كده، بس هنشوف. لو مثلا ابني في مدرسه فترتين وهيروح سبت واثنين واربع، هيجي له جدول سبت واثنين واربع هيعمل ايه، وفي الايام اللي في البيت كمان هيعمل ايه. في جدول للوجود في البيت، الوجود في البيت مش اجازه، وجود في البيت جزء من العمليه الدراسيه. فعشان كده احنا كاتبين تحت الجدول النهائي مسؤوليه مدير المدرسه. مدير المدرسه هو اللي هيقوم بيه. السنه دي هندي صلاحيات كبيره جدا لمدير المدارس وتمويل علشان تقويه المدرسه، تقويه المدرسه نفسها، الوحده القريبه جدا من الارض. الولاد اللي في السن ده من رياض الاطفال لحتى ثالثه ابتدائي في الاساس ما بيستخدموش تكنولوجيا، عشان كده هم هيحضروا اكبر عدد من الايام. دول بيستخدموا نظام التعليم الجديد وعندهم الكتب بتاعتهم وبيقيموا في المدرسه، ومفروض مفيش هنا تكنولوجي، فده مصدر التعلم الاساسي بالنسبه لهم هو الحضور والتواجد في المدرسه والتعاون بينهم وبين الاولياء الامور والمدرسين في الفتره اللي هيقضوها في البيت، قد تكون يوم او اثنين على الاكثر. طيب لو رحنا بس هنا قبل ما اكمل، عاوز اقول ان احنا فخورين جدا انه استجابتنا طبعا لتكليفات السيد الرئيس، احنا اضفنا لثالثه ابتدائي كتاب اول مره ننزله اسمه القيم واحترام الاخر، ماشي على مسطره نظام التعليم الجديد وعلى محاور ماشي عليها نظام التعليم الجديد. القيم واحترام الاخر مع النبني ده لثالثه ابتدائي، هنعمل نسخه من الكتاب ده واحنا ماشيين للثانيه والاولى ابتدائي عشان تبقى سلسله، انما نزلناه على طول في السنه اللي وصل لها نظام التعليم الجديد. دي اول مره هيدرس بنتكلم فيه على كل القيم اللي بنردد ان احنا محتاجين نهتم بيها. بقيه المرحله الابتدائيه هتلاقوا الاقتراح اللي هنبعته لمديري المدارس زي ما انتم شايفين. لو حطينا الخريطه دي على بتاعه كي جي 1 لثالثه ابتدائي هتلاقوا الايام دي عكس الايام الثانيه، يعني الايام اللي بيجوا فيها بتوع كي جي 1 ما فيهاش بتوع 4 و5 و6، بيجوا في ايام ثانيه علشان نقلل الكثافات اللي عاليه جدا في السن ده. فهنا الحكم هو مدير المدرسه اللي هيبقى الواجب بتاعه يهتدي باللي بنقوله له ويتعمد ان بالفراغات اللي عنده المساحات اللي عنده المسافه بين الطلاب بتقل عشان متر ونص. فايا كان الكثافه القديمه، الكثافه القديمه 80 100 لا هتنزل ل 15 و20 و25 باستخدام الفراغات والجداول دي. بعد كده في المرحله الابتدائيه مصادر التعلم للطلاب اللي في رابعه وخمسه وسادسه، احنا هنعمل طفره كبيره جدا في القنوات التعليميه هتشوفوها في الاخر. هيبقى كل اللي كان بيتدرس في الحصص هيتعمل على تلفزيون، يعني جدول رابعه ابتدائي بتاع كل المواد، جدول خمسه ابتدائي، ست، مشروع ضخم جدا هيتعمل هنا حصه بحصه يوم بيوم. فالطالب اللي في رابعه وخمسه وسته ابتدائي هيلاقي كل المناهج على الهواء وبتتعاد وبتنزل له هنا وعلى يوتيوب، ويبقى معاه جدول بيعمل ايه في المدرسه والحصه دي بتذاع الساعه كام في الايام التانيه. لو عنده انترنت، ده اللي ما عندوش انترنت، اللي عنده انترنت هيبقى عنده القنوات التعليميه زائد منصه ادمودو اللي فيها فصول افتراضيه بيتكلم فيها المعلم، المكتبه الالكترونيه اللي فيها مراجعه اضافيه للاعمار دي، ومنصه البث المباشر. فكده اللي عنده انترنت عنده اضافات، اللي ما عندوش انترنت مفيش مشكله خالص، بيروح المدرسه حسب ايام الجدول وعنده قنوات تعليميه مغطيه بالكامل من رابعه لسته ابتدائي. المرحله الاعداديه فيها 5 مليون، دول هيتوزع اسمه ثلاث مجموعات، كل مجموعه تيجي يومين، او ده اللي هنبعته للمدارس. اليومين عكس بعض طبعا، فهتلاقوا ان المجموعه الاولى بتاعت اولى اعدادي بتيجي سبت وثلاث، ثانيه اعدادي بتيجي حد واربع، ثالثه اعدادي بتيجي اثنين وخميس. ودول برضو هيترك القرار النهائي في توزيعهم للمدرسه. المدرسه اذا قادره تجيبهم ايام اكتر مفيش منها، بس المهم يحتفظ بالتباعد الامن. احنا كلمنا الساده مدير الادارات ومدير المديريات وهم على علم بده، هيبتدي كل واحد فيهم يعمل جدول مدرسته بدءا من النهارده. لو رحنا للمرحلة الإعدادية مصادر التعلم بتزيد الإلكترونية، إنما برضه اللي ما عندوش إنترنت، لأن إحنا عارفين إن من رابعة ابتدائي لحد الإعدادية مش شرط إن يكون كل واحد عنده القدرة إنه يوصل الإنترنت، في ناس كتير عندها، ولكن للي ما عندوش برضه مناهج أولى وثانية وثالثة إعدادي هتكون موجودة لجميع المواد وجميع الحصص على القنوات في مواعيد معينة. فده اللي يقدروا يتفرجوا عليه في الايام اللي بيحضروها او اللي بيحضروها. لو عنده انترنت هيلاقي حاجات اكتر من اللي كانت متوفره الابتدائي، هيلاقي البث المباشر، المكتبه الالكترونيه ادمودو، مكتبه جديده اسمها مكتبه الدروس الالكترونيه، ومكتبه ثانيه للكتب التفاعليه اللي هي الاي بوكس، وهيلاقي برنامج جديد خالص اسمه اسال المعلم، اشرح لكم ده ايه بس واحنا ماشيين. دلوقتي دي المصادر الرقميه المتاحه لطلبه المرحله الاعداديه لو عندهم انترنت، لو ما عندهمش عندهم القنوات التعليميه والحضور في المدرسه والكتب.
المرحله الثانويه اوفر حظا طبعا، هي فيها 1.8 مليون، دول هيجوا يومين اسبوعين، هيحدد اليومين دول المدرسه نفسها. دول طبعا اوفر حظا لان عندهم اكبر كم من المحتوى الرقمي. هنا بقى ما قلناش قنوات تعليميه، لان السنه دي كل طلبه المرحله الثانويه معاهم تابلت، كل فصول الثانوي مجهزه بالانترنت ومجهزه بالشبكات وبالسيرفرز. فهنا المصدر الرئيسي ليهم للتعلم هو منصه اداره التعلم اللي على بنك معرفه اللي هي الال ام اس، موجوده عندهم، بالاضافه الى منصه ايدودو، المنصه الالكترونيه البث مباشر، قنوات تعليميه، كل ده معمول ليهم، الاي بوكس والدروس الالكترونيه واسال معلم، مصادر كبيره جدا. فدول مختلفين تماما واوفر حظا، بس بما انهم اكبر وعندهم مذاكره اكتر فمحققين لهم مصادر كتيره جدا. برضه للمرحله الثانويه عملنا كتاب بالتعاون مع وزاره الاوقاف اسمه بناء الشخصيه الوطنيه. الكتاب ده كتاب جيد جدا وممتاز، زي ما عملنا قيم واحترام الاخر في ابتدائي وهنبني عليه، بنعمل ده في اولى ثانوي وهنكمله في ثانيه وثالثه مع وزاره الاوقاف، اللي هو بناء الشخصيه الوطنيه. موضوع الثانويه العامه موضوع مهم جدا. الثانويه العامه القديمه انتهت باخر امتحان تم المره اللي فاتت. الثانويه الجديده فيها حاجتين مهمين جدا. اللي بيسال على التشعيب، التشعيب قائم لهذا العام اللي هو علمي علوم، بيروح علمي علوم وعلمي رياضه زي ما هو. النقطه الاساسيه هنا الامتحان ده هيكون الكتروني والتصحيح الكتروني بالكامل، مفيش كتابه على التابلت. الامتحان بتاع 2021 الاسئله كلها هتكون ام سي كيوز او متعدده الاختيارات او صح وغلط، يعني الطالب هو طالع من الامتحان هيكون عارف النتيجه، مفيش عنصر بشري خالص، لا في وضع ولا توزيع ولا تصحيح. الامتحان ده هيتعمل وتطلع الاسئله الجديده، مش جديده قوي لان الاولاد دول طالعين من اولى وثانيه ثانوي وما شافوا الاسئله دي كتير، الاسئله اللي بتقيس مستويات الفهم كتير. يعني ايه اربع نماذج مختلفه؟ طبعا احنا في مصر بنردد بقالنا سنين اصل تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص، بتاع الامتحان الاوحد. تكافؤ الفرص مش معناه امتحان اوحد، وهذا الاختراع اختراع مصري صميم لا علاقه له باي امتحان في العالم. امتحانات في العالم زي السات والاي سي تي والجي ار اي والتويفل وكله نماذج متساويه الصعوبه مش موحده في الاسئله. وحتى على فكره النماذج المتساويه الصعوبه بيتم تسريبها زي ما بيسرب السات، مظبوط؟ لا، احنا هنعمل امتحان مش هيتسرب ومش هيدرش متساوي الصعوبه. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ما يسمى بنوك الاسئله. فمثلا ناخد علم زي الفيزياء مثلا، علم الفيزياء فيه نواتج تعلم، لكل ناتج تعلم فيه حصاره فيها اسئله بنسميها بنك اسئله. الحصاله دي كمان الاسئله متوزعه بمستوى صعوبه، نقول ايه الاسئله دي ده مستوى 1-2-5 مثلا لناتج التعلم ده. الفورمه اللي بيتعمل بيها الامتحان احنا بنقول للكمبيوتر اعمل لي امتحان قيس فيه نواتج التعلم دي ودي ودي، الناتج الفلاني هات لي سؤالين مستوى صعوبه 2 مع مستوى صعوبه 5، وهات لي من الحصاله الثانيه سؤال مستوى صعوبه 3 مع مستوى صعوبه 1. الكمبيوتر يفصل الامتحان، نفس المسطره هنفصل بيها اربع امتحانات، مش هيطلعوا نفس السؤال بس هيطلع نفس المسطره، المسطره بتاعت توحيد الصعوبه. الامتحان مثلا فيه 30 سؤال، الاسئله دي هتتفنط والاجابات المتعدده هتتفنط، وبالتالي مفيش اثنين قاعدين جنب بعض عندهم نفس الورقه او نفس الامتحان. فموضوع التسريب والغش اللي اذى مصداقيه الامتحان قبل كده هينتهي تماما. التصحيح هيتعمل اوتوماتيك على الكمبيوتر زي ما الامتحان اتعمل اوتوماتيك، لا طبع ولا اتعمل فيه اي حاجه. ده هيتم تنفيذه الكترونيا. اللي انا بقوله هيحصل للطلبه اللي طالعين من ثانيه ثانوي واللي مأجلين واللي ساقطين. الفرق الوحيد اللي مأجل او ساقط معهوش تابلت هياخد نفس الامتحان بس ورقي. فالسؤال المتكرر هيمشي على النظام القديم والجديد، مفيش نظام قديم في ده، نظام الاسئله الجديده سواء على تابلت او على ورقي انما نظام الاسئله الجديد. طيب الحاجه الجديده اللي ما كانتش موجوده في النظام المصري هي انه الثانويه العامه كانت حقيقه او موت لانها فرصه واحده. احنا مش هنخليها فرصه واحده. في امتحان اسمه الثانويه العامه في يونيو، نعتبره كده زي السات محاوله. هتدخل حضرتك هتمتحن في 7-8 مواد تاخد النمر. لو في نمرتين اقل مما تحب يعني وعاوز ادخل طب بس ما جبتش كويس في الكيمياء، او ممكن نخش تاني في اغسطس نحسن للماده دي. ممكن يخش كل المواد لو عاوز. وهناخد النمره الاعلى. فبالتالي دي حاجه ما كانتش موجوده خالص. ممكن المحاولتين نفكر ونخليهم ثلاثه زي الامتحانات الاجنبيه. ما تبقاش الثانويه العامه حياه وموت. المجتهد يدخل الجامعه. والله كان عنده ظروف اجتهد وتعالى تاني. فمش عاوزينها تبقى حياه او موت، مش عاوزين ده يسيطر علينا. فاحنا اضفنا فكره ان الامتحان كذا فرصه وممكن احسن على مستوى الماده وهناخد من كل محاولات اعلى نمره جابها حققها الطالب. اظن ده يريحنا جدا جدا يعني. فده فيما يتعلق بالثانويه العامه. المنصه الاساسيه اللي بيدرسوا منها طلبه الثانويه العامه، بما ان السنه دي اول سنه برضو في مصر مش هنطبع كتاب ورقي لاولى وثانيه وثالثه ثانوي بالكامل. فالكتب هتكون موجوده في صوره
رقميه، مش في صوره بي دي اف، هتبقى في صوره كتب تفاعليه، هتبقى اي بوكس، كتب المرحله الثانويه هتبقى عندهم. وفي نفس الوقت في منصه اداره التعلم بنبني فيها بقالنا سنتين، دي ثالث سنه، عشان ما فيش كتب مطبوعه اضفنا كل النواقص زي اللغات والفلسفه وعلم النفس والحاجات دي بتكتمل على الليرنينج مانجمنت سيستم. ده مشروع كبير جدا شغالين فيه. برضو المشروع الجديد خالص مكتبه الدروس الالكترونيه، ده بالظبط زي المكتبات اللي حضراتكم عارفينها بتاعه الافلام، زي نتفليكس وزي شاهد دوت نت وبتاع. دي مكتبه فيها افلام، الافلام دي معموله من الاعداديه للثانويه في كل المواد، بس دي مستوى اعلى من اللي بيتعمل في يعني قنوات تعليميه، هتبقى محاضره مباشره. دي هتبقى افلام مكثفه فيها افضل الاساتذه وفيها تدريب على الاسئله الجديده بتاعه التحضير للاسئله الجديده اللي بنتكلم عليها في الثانويه العامه. فهيشارك في تنفيذ الافلام دي افضل المعلمين والناس اللي في المركز القومي للامتحانات اللي بيبنوا بنوك الاسئله، هيحاولوا يشرحوا ازاي اذاكر في اتجاه الامتحان ده مش بالطريقه بتاعه زمان بتاعه الحفظ. فالمكتبه دي هتفيدنا جدا وهتبقى حاجه لمصر كبيره جدا ان يبقى عندنا مكتبه زي دي من ضمن الحاجات الثانيه. يعني موضوع المكتبه الموازيه، مكتبه الكتب التفاعليه، احنا بنحاول نبني كتب تفاعليه من اول كي جي 1 لحد الثانويه العامه. كتب مصر كلها عاوزينها تبقى تفاعليه، فيها صوت وصوره وحاجات تفاعليه ونجرب، فهتبقى في المكتبه دي. هنبتدي بالسنوات الاعلى اللي هي يعني زي الثانوي وشهادات العامة، وبعدين ننزل لبقية السنين. في مشروع طموح جدا اسمه كل طفل متصل، ده لسه بنشتغل عليه، بس بشارك حضراتكم مش هينتهي المشروع ده قبل بدء الدراسه، ولكن الدوله كلها تتحرك في الاتجاه ده. المنطقه بتاعه الاعمار اللي من رابعه ابتدائي لحد الاعداديه عاوزينهم كمان يبقى عندهم اجهزه ويتصلوا بالانترنت. فكل لو احنا غطينا المساحه دي يبقى كل طفل في مصر بعد ثالثه ابتدائي معاه ديفايس. ده مشروع كبير جدا، اللي محتاجين هنا 13 مليون ومتقدمين فيه، وبنفكر الاجهزه هتتحط ازاي. غالبا الاجهزه دي الدوله لا تستطيع ان تتحمل تكلفه زي دي، بس الدوله تقدر تخفض سعرهم جدا وتتيحهم عند شركات المحمول. ممكن نقسط، لو انا اب لحد في رابعه ابتدائي اجيب جهاز يقعد مع ابني ثلاث سنين واقسطه بدون ارباح على مدار ثلاث سنين، هتطلع حاجه صغيره جدا. ولسه بنشتغل عليه، لما يخلص هنقول لحضراتكم، بس ده بيحصل في خلفيه واحنا ماشيين. القنوات التعليميه زي ما سمعتوا كده هيبقى مشروع ضخم جدا، لان احنا بنحاول نبني مناهج من رابعه ابتدائي كان في مدرسه اون تلفزيون، يعني في مدرسه على التلفزيون بنفس مواعيد المدرسه اللي على الارض من رابعه ابتدائي لثالثه ثانوي. فعندنا مناهج هنا رهيبه وجداول زمنيه معقده جدا، وهنحتاج محطات كتير جدا، فده شغالين فيه برضو. في بقى اسئله شائعه طبعا بتيجي منين؟ بتيجي من الاشاعات التي لا تتوقف. هل هتاخد الغياب؟ هناخد الغياب، دي سنه دراسيه عاديه، هناخد الغياب وهناخد الحضور وهناخد اعمال السنه. اي حد بيقول لكم غير كده اجتهاد، مفيش حاجه من دي خالص. هل طابور الصباح اتلغى؟ لا، طابور الصباح ما اتلغاش. احنا قلنا هندي مدير المدرسه صلاحيه كبرى، هو اللي هينفذ على الارض الاجراءات الاحترازيه بما يراه مناسبا. والمدير المدرسه والساده المعلمين السنه دي هيسترجعوا هيبه المدرسه وهيبه المعلم، ومدير المدرسه هو اللي هيقرر الكلام ده. في طابور ولا ما فيش؟ هنخش ازاي؟ هنقعد في الحوش ولا لا؟ هنحضر ازاي؟ ده قرار مدير المدرسه. كل مدرسه على حده. والسؤال التقليدي بتاع كل سنه، رغم ان قرار مجلس الوزراء ان موضوع التعريب اللي دخل مدرسه لغات يمتحن لغات، وقرار مجلس الوزراء اللي طلبنا تمديده خلص، ولكن استثناء للمره المليون للعام ده هنعرب الجيولوجيا فقط. اللي عاوز تعريب في مواد ثانيه يسيب مدرسه ويروح مدرسه عربي، ما ياخدش الشهاده رسمي لغات وهو بيمتحن عربي، بيختار بقى. انما احنا هنعرب الجيولوجيا بس تعاطفا مع فكره انه ما فيش عدد كافي من المعلمين اللي بيدرسوا جيولوجيا باللغات، فده ردا على موضوع التعريب. الامور الثانيه، موضوع اللياقه البدنيه والتربيه الرياضيه من اهتمامات الدوله، وعشان كده في تعاون مع جهاز الرياضه في القوات المسلحه مع وزاره الشباب والرياضه، وهنوافي حضراتكم في الاسابيع اللي جايه بالمطلوب في التربيه الرياضيه اللي هي ماده نجاح ورسوب في سنوات النقل في الايام اللي مش هيحضروها في المدرسه. يعني الايام اللي مش هتتحضر في المدرسه مش ايام اجازه، هيبقى فيها واجب، يا اما هنروح حته نمارس فيها الرياضه، يا اما هيبقى فيه واجبات بتتعمل وهتتسلم لما نرجع المدرسه، وجدول للقنوات التعليميه والمنصات الالكترونيه الولاد تتابعه، ويبقى ولي الامر او المدرس بيشرف عليه. الانشطه عموما هتبقى متناسبه مع عدد ايام الحضور، هتبقى موجوده بس بنسب اقل من لما كانوا بيحضروا كل يوم. فيبقى كده الانشطه والحضور والغياب واعمال السنه والتعريب وموضوع التربيه الرياضيه ردينا عليه. موضوع بقى الاشاعات، حضراتكم احنا لما بيكون عندنا حاجه مهمه بنطلع نقولها زي دلوقتي وفي مراحل سابقه، ولكن بنعاني ما بين ما بنشوفه للمره اللي بعديها من قدر من الاشاعات مخيف. بس عاوزين نتفق مع بعض اتفاق، دي العناوين الرسميه بتاعتنا، يا ريت كل حد يكتبها كده في فيسبوك وفي انستجرام وفي تويتر، والحساب بتاع الوزير اهو وبتاع الوزاره اهو وبتاع فيسبوك، اي عنوان تاني مش احنا. يعني ما نقراش معلومات، في على فكره 17 موقع النهارده وانا بتكلم منتحلين شخصيتي واربعه منتحلين موقع الوزاره، وكلهم ليهم 3 مليون متابع بيسالونا هو الكلام ده صح ولا غلط. يا جماعه اللي ما قلناهوش هنا يبقى غلط، ما احنا بنقول اهو. فلو راقبتوا ايه اللي اتسالنا عليه في الاشهر اللي فاتوا ده مش احنا اللي قلناه،
عاوزين ما نستسلمش لهذا النوع لان ده مرهق ليكم ولينا. فيا ريت تحفظوا العناوين دي ولا تسمعوا لشيء غير ده اللي احنا ما قلناهوش حد تاني يالفه، فمش ملوش معلومه يعني، هو بيجتهد بيعمل بلبله. فاحنا كلنا بنوع فريسه لده، بس يا ريت نتاكد من العناوين قبل ما يسال مين اللي قال بس. ولو رجعتوا للفيسبوك والميديا وسالتوا اللي قالوا من شهر قولوا انت كنت جايب الكلام ده منين، كانوا قلتوا كله غلط، ما تسيبوهمش يعملوا الاشاعه ويفلتوا بيها، اسالوه جبتوا الكلام ده منين. ما حصلش تغييرات اداريه في الوزاره على فكره اللي كتب عنه، وكل الكلام ده كان من هنا من المواقع دي. طيب بس عاوز استعرض ايه مصادر التعلم المتاحه النهارده في مصر سنه 2021 لجميع السنوات الدراسيه. احنا مش حاطين كي جي 1 لحد ثالثه ابتدائي لان دول بياخدوا نظام التعليم الجديد ومعتمدين اكتر على العلاقه بينهم وبين المدرس، من اطفال من رابعه ابتدائي واحنا طالعين. لو حضراتكم شفتوا الاعمده دي هنلاقي ان احنا بنبني على القنوات التعليميه صرح كبير جدا، وهنا في مكتبه ضخمه جدا رقميه مغطيه كل المناهج، وبعدين الليرنينج مانجمنت سيستم ده الثانوي واعدادي بس المباشر، دروس الكترونيه، ادمنوا مكتبه الكتب التفاعليه، في منها مستويين، مستوى ببلاش ومستوى بفلوس. الحاجه اللي بفلوس هي اللي عليها نجمه. هتسالوني ليه الوزاره بتاخد فلوس؟ اولا ده اختياري بوضوح شديد ومستوى عالي جدا، عالي جدا يعني بيكلف، عشان نعمل الانتاج ده بيكلف. طب الفلوس دي هتروح فين؟ هتروح للساده المعلمين وللمدارس ولتطوير التعليم وعشان نعمل لكم منصات اكبر من دي من غير ما نحط عبء على الموازنه. ده السبب انها بفلوس. طب هل الفلوس دي زي اللي هتدفعها بره؟ لا، دي خمس اللي هتدفعه بره. احنا بنديك حاجه فيها جوده عاليه جدا بتراجع من الوزاره، مامونه، عارفين مين اللي بيقولها وفلوسها رايحه فين؟ رايحه للساده المعلمين اللي المفروض نهتم بيهم علشان هم اللي هيقدموا لنا كل ده. طيب ده اللي بفلوس، بص اللي ببلاش بقى. كل الاخضر ده، فاللي عاوز يدفع اهلا وسهلا، مش عاوز اختياري. انما قنوات تعليميه متاحه بالكامل من رابعه ابتدائي للسنه العامه، زائد التدريس في المدرسه، ده مع التدريس في المدرسه. وبعدين الليرنينج مانجمنت سيستم ده موجود للمرحله الثانويه، المكتبه دي موجوده لكل السنوات، كل ده ببلاش. البث المباشر ببلاش من على موقع الوزاره، المودو ببلاش، في 13 مليون مستخدم. الاي بوكس هتتحط نسخه رقميه بس مش تفاعليه هنا، والنسخه التفاعليه هتتحط في المكتبه اللي اسمها اي بوكس بلس، بسعر محدود يكافئ جزء من اللي كان بيدفع في كتب خارجيه. دي بقى كتب بتاعت الوزاره اللي معموله بفكر الوزاره تحضيرا للامتحانات الجديده بفلوس زهيره جدا، منه بنديكوا كواليتي اعلى بسعر اقل. ونرشد الموارد. اسال المعلم ده حاجه جديده هندخلها السنه دي، هنبتدي بالاعداديه للثانويه، دي حاجه زي البرنامج بتاع اوبر اللي واحد بيجيب تاكسي، هو بيطلب تاكسي فالتاكسي بيجي له، مش عارف تم اختيار التاكسي ده ازاي. هنا الطالب اللي عنده سؤال هيبعته على الابلكيشن ده، البرنامج ده، هيلاقي استاذ رد عليه. استاذ هيرد عليه، ممكن استاذ ممكن مجموعه. فده برنامج نلاقي فيه ردود على اسئلتنا اونلاين لو حبينا من اي تليفون في اي سنه دراسيه من دول من الاعداديه لحد الثانويه، وهنتكلم على تفاصيله واحنا ماشيين. فده برنامج جديد والساده المعلمين هيشتركوا معانا فيه. طيب الساده المعلمين وهم عنصر اساسي جدا في اللي احنا بنتكلم عليه ده، زي ما حضراتكم شايفين والساده مديري المدارس ومديري الادارات ومديري المديريات كلهم جيش مهم جدا. احنا عندنا في المنطقه دي زي ما عندنا 8 مليون طالب عندنا حوالي 480 الف معلم. في المنطقه من رابعه للاعداديه فيها 629 الف معلم، وبعدين في الثانوي في حوالي 96 الف. الساده المعلمين هنعمل لهم مكان واحد للتدريب، اكاديميه جديده، مش اكاديميه مش الاكاديميه المهنيه للمعلمين، اكاديميه اونلاين فيها كل اشكال التدريب للحاجات المختلفه، تدريب نصف 2.0 مختلف عن هنا، مختلف عن ثانوي. انواع التدريب دي هتمارس في مكان جديد بشكل منظم جدا عشان تدي شهاده لمزاوله المهنه وتدي اجازه للمشاركه في حاجه كبيره جدا. هنبتدي نشرك المعلمين في ارباح ممكن تيجي من اشتراكهم في حاجات كتير، يعني ممكن الساده المعلمين هم اللي هيدرسوا هنا وهم اللي هيساعدونا في الكتب التفاعليه، وهتكلمكم عن مجموعات التقويه هنعمل فيها ايه، هيشتركوا فيها، وقنوات تعليميه وبرنامج يسال المعلم كلهم فيهم المعلمين. المعلمين هيبقوا جزء من هذه المنظومه وليهم نسبه حسب كفاءتهم وحسب جهدهم، مش زياده واحده كده في المرتب، لا، هيدخل معانا في ده نصيبه كده، هيعمل معانا الكتاب ده نصيبه كده، هيدخل معانا في مجموعه التقويه. احنا هنغير القرار الوزاري اللي كان بيحكم المجموعات التقويه بما فيه من حاجات قديمه، هنغيره علشان نرفع كفاءه المجموعات المدرسيه، هتستند على ركائز تربويه ونعرف مين اللي بيدرس وبيدرس بيقول ايه بالظبط، ويبقى في ضبط للجوده وتوفير للاهالي او طمانينه للاهالي. احنا هننظم مجموعات تقويه لصفوف النقل تحت اشراف المدارس في الجمهوريه كلها بضوابط هنبعتها احنا للمدارس، بقول لكم المختصر يعني. وهننظم مجموعات تقويه للشهادات العامه ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي عن طريق الاداره التعليميه. هنجهز القاعات دي بالكامل تكنولوجيا، ويبقى فيها تكييف وفيها معدات حديثه جدا جوه كل مدارس مصر. بس الطالب مش لازم يروح مجموعه تقويه في مدرسته، يروح مجموعه تقويه اللي تعجبه،
يختار الاساتذه اللي عاجبينه. مساله تنافسيه، كل المدارس هتعمل مجموعات تقويه وسوق تنافسي، اللي بيدي جوده اعلى تحت اشرافنا بالارقام اللي احنا بنقولها بيدرس الحاجات اللي احنا قايلين له عليها، مفيش اي تغيير لا في فلوس ولا في محتوى، بس شطاره اللي بيدرس هي اللي تجيب له طلبه. فالطلبه مش ملزمه تروح لمدرسين الفصل، وبيروح للمدرس اللي عاجبه في اي منطقه محيطه. كل ده اختياري، احنا بنحقق ده على الارض، بنديكم مصادر تعلم ومجموعات تقويه وقناه اداريه للي عاوز، بهدف تحسين المستوى الدراسي لو كانش بيكفيه الادوات الثانيه، يقدر يجي هنا مقابل مادي مناسب جدا، اقل كتير جدا من اللي كان بيحصل قبل كده. كمان في مجموعات التقويه كل الاجراءات الاحترازيه اللي بناخدها من وزاره الصحه هتطبق هنا، وفي نسبه 10% من كل مجموعه تقويه للطلاب الايتام وابناء الشهداء هيتم اعفائهم منها، والنسبه اللي تحت دي لسه بنفكر فيها، بس يعني اللي في دماغنا نسبه كبيره تبقى هتروح من المجموعات للمعلم، والباقي مش للوزاره، يروح المدرسه، عشان المدرسه يبقى فيها حمام ويبقى فيها كراسي ويبقى فيها تخت. عشان كده اتكلمنا على مدير المدرسه، اتكلمنا على الاخر وحده في المنظومه نقويها ازاي. لما انا ابعت ولادي مجموعات التقويه مش الدرس اللي بره في السنتر، انا بقوي المعلم والمدرسه والبلد، وبحافظ على ولادي وباخد منتج احسن بربع السعر. بوضوح. ف طيب احنا عملنا ايه؟ عملنا مصادر تعلم اللي كانت في الجدول يمكن 15 حاجه غير بعض. والوزاره بتعمل كل فيديو هتشوفوه، كل كتاب بتراجع من مركز تطوير المناهج، احنا مسؤولين عنه، مسؤولين عن كل كلمه بتتقال على الفيديو او بيعمل فيديو بره، الفيديو اللي عليه لوجو الوزاره ده متراجع، لو في غلطه احنا اللي هنصلحها. وبنحضر كل الامتحانات الجديده عن طريق الفيديوهات اللي احنا هنحطها. مجموعات التقويه نفس الحاجه، هتبقى جوه جدران المدرسه، عارفين مين اللي بيدرس، هل هو مرخص ولا لا، مرخص لكلام ده بيتكلم في السياسه ولا في الفيزياء، بيعمل ايه بالظبط، ده كله تحت اشراف الوزاره. وفي قنوات تعليميه لمن لا يريد يروح الحته دي، في منصات تواصل، في مصادر تعلم الكترونيه. في وجود كل ده لازم طبعا نغلق ونمنع دروس الخصوصيه، ولازم تساعدونا في كده. الدروس الخصوصيه مش ان الوزاره بتقفلها وبتعملها هي، ولو الوزاره بتقفلها وبتعملها هي ده حق الدوله، ده مش حاجه نتناقش فيها، العكس هو الصحيح. الدروس الخصوصيه ما نعرفش مين اللي بيديها، مش شرط يبقى معلم اصلا. احنا ما نبعتش ولادنا حته مجهوله، حد ما نعرفوش وبياخد مني فلوس وبيضغط عليا ويقول لي الحجز خلص، لا ما تروحوش. احنا ادركوا كل ده، واذا كنتوا عاوزين تجيبوا نمره في الامتحانات دي مش ورانا، محدش منهم عارف احنا بنعمل ايه. احنا مش عاوزين لا فلوسكم تروح في حته غلط ولا الولاد يتعرضوا للخطر. هنا هنضمن الاجراءات الاحترازيه، الجوده، نوعيه الماده اللي بندرسها، تناسب الفلوس مع الخدمه. الفلوس دي بتروح فين؟ تروح للمعلم مره واحده، المعلم المحترم اللي بيدي درس قانوني او مجموعه تقويه قانونيه في مصر كلها. فاحنا انتوا اللي هتساعدونا نطور التعليم بان احنا نستخدم الادوات اللي بتبنيها الدوله ونشوف نتيجتها المباشره على المدارس وعلى المعلمين وعلى البتاع في سنه واحده. فاحنا بالنسبه لنا ده عام، مش ان احنا ما نروحش المدرسه، ده عام العوده للمدرسه. احنا هنروح حسب الجدول وهنروح في مجموعات التقويه، مش هنروح اي حته غير المدرسه. ونرجع المدرسه هيبتها تاني. وده عام تقدير المعلم وعام مكافاه المعلم وعام مشاركه المعلم في كل الحاجات اللي شفتها في الصوره اللي فاتت. وبرضه عام ضبط الجوده، عشان كل حاجه لو ما عليهاش الختم بتاع الوزاره يبقى ما عليهاش ختم الجوده. فده اللي احنا ملخص للاهداف اللي سعينا اليها واحنا بنعمل ده. ده هينفعنا اثناء كورونا بس هينفعنا بعد كورونا. اللي احنا بنعمله ده لو قللنا الكثافات ووطينا المنهج والولاد لعبت رياضه وتعلمت قيم واخلاق والاهالي وفروا فلوس الدروس وخدوا منتج احسن، هنطبقه بعد الكورونا ملوش دعوه بالكورونا. فاحنا في المجمل بنحاول نحسن المنتج التعليمي المجاني اللي جاي للولاد. اذا كان محتاج حاجه فوقيه بنديله حاجه بسعر مناسب برضه فيها جوده، الموارد اللي هتيجي منها بتستخدم نعمل منصات اكتر ونبني فيديوهات اكتر وندي للمعلمين مكافاه لن يحصلوا عليها عن طريق التقليدي اللي هو الموازنه ومزاوله المائيه. هنا المعلم الشاطر ان شاء الله يبقى مليونير بعد شهر، ده قانوني، بيدفع ضرايب عليه وبيعمل شغل يستحق عليه هذا، تمام. ونخلص اولياء الامور من كابوس الدروس الخصوصيه، عايزين الولاد تتعلم في الاخر، المنصات دي عشان يتعلموا. موضوع النجاح والنمره والنص نمره والتظلمات دي قاموس قديم خلاص، مش هنتكلم في 2021 على الحاجات دي خالص. مش هيبقى الاول على الجمهوريه جايب 100، ما حدش هيجيب 410، الاول ممكن يبقى جايب 80% هيخش بيهم طب وهندسه وياخد دكتوراه كمان، بس الكيرف هيتظبط. مش الشكل ده، مش هيبقى فيه تظلمات. ليه؟ لان لا كان في كنترول ولا كان في مصحح، فما فيش تظلم اصلا. ولو النمره مش عجباني في فرصه واثنين وثلاثه. فكل ده تغيير كبير وعميق يعني. في الاخر احنا بنتمنى النجاح طبعا لكل ولادنا. حضراتكم شايفين قد ايه الوزاره يعني تعمل في اتجاه توفير كل المصادر دي، وهنفضل مستمرين طبعا كل سنه. ده عمل ضخم جدا يعني بنعمله، واحنا بنتكلم بنبني في القنوات التعليميه وبنبني في المكتبات الالكترونيه وبنبني اللي ما عندوش انترنت واللي عنده انترنت. فكل طالب فكرنا فيه، وهنحاول ندي الطلاب اللي ما عندهمش انترنت في اسرع فرصه مسموحه يعني اجهزه. فكل شيء ماشي في اتجاه احسن. ميعادنا الجاي نتكلم عن التعليم الفني وتفاصيله كتير. نخليه لوحده عشان ما تلخبطش.
المدارس الخاصة والدولية لأولياء الأمور، إحنا بنعيد بناء منظومة المدارس الخاصة والدولية دي من الجذور خالص. فقبل ما نتكلم فيها نكون عرفنا هنقول لكم إيه هنغيرها بالكامل، سواء في طريقة دفع الفلوس، في طريقة تحديد النسب، في طريقة السيطرة على جودة المناهج المختلفة والمدارس المختلفة. انتظروا الكلام ده في المؤتمر الجاي هنتكلم عليه، والأمور ماشية كويس قدامنا من هنا لحد 17 أكتوبر 5